النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن بعض المواقف والطرائف اللي بتحصل في كل البيوت المصرية. زي مثلا إيه؟ أنت ممكن تبقى قاعد في الحمام وبعدين فجأة تلاقي واحد دخل عليك الحمام وبعدين قالك إيه؟ هو في حد في الحمام؟ يعني أنت ساعتها متبقاش عارف تعمل إيه يعني. هو اللي دخل عليك الحمام ده هو ممكن يكون ابوك، ممكن يكون حد من اخواتك عادي، يعني اي حد يعني. بس ايه يعني التوقيت بس هو اللي بيفرق معاك. يعني حكاية هو في حد في الحمام دي غريبة شوية. طبعا الناس اخترعوا اقفال وترابيس وحاجات زي كده، بس برضو السؤال ده مازال سؤال اساسي في كل البيوت المصرية حتى الان. سؤال هو في حد في الحمام، سؤال في حد في الحمام ده مش بس بيتسأل للي جوه الحمام، لا ده ممكن يتسأل للي بره الحمام برضو. يعني ما مثلا ممكن تلاقي مثلا ايه الاب مثلا بيسأل الام مثلا فيقول لها ايه، هو في حد في الحمام؟ يعني هو بيطمن ان في حد في الحمام ولا لا عشان هو عايز يدخل. واحيانا ما بيكونش عايز يدخل ولا حاجه، بس عايز يطمن على وضعيه الحمام او مدى خلوه من السكان او هو في حد ولا لا لسبب غير معروف. يعني محدش لحد دلوقتي فاهم ايه السبب في انه هو بيسأل السؤال ده، هو او غيره. يعني في ناس كتيرة ممكن تسأل السؤال ده في البيت، يعني ممكن خالك مثلا يجي لك في الزيارة ويسألك برضو السؤال ده، السؤال الجميل ده، يقول لك ايه هو في حد في الحمام كذا. يعني هو برضو بيطمن عشان يعرف. السؤال طبعا سؤال مشهور جدا في كل البيوت المصرية، واحيانا الضيوف هم اللي بيسألوه. يعني يجي لك بس مثلا مش ضيف بعيد، لا ضيف قريب، فيسأل برضه نفس السؤال، هو في حد؟ لذلك تبقى انت قاعد طول الوقت في الليفنج روم مثلا، او قاعد في اوضه الاستقبال يعني، ومتوقع السؤال ده من اي حد. اي حد ممكن يسألك السؤال ده، هو في حد في الحمام؟ طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي هي معروفة جدا في البيوت المصرية حكاية ايه، انه يبقى في حد في الحمام ويزعق. يعني يزعق عشان خاطر يبين للناس اللي بره ان هو في الحمام، لما يبدأ يا عيني يحس بوقع خطوات. يعني هو بيبقى قاعد جوه متوجس اصلا خيفة، او يعني ايه عارف ان الموقف ده حصل له قبل كده كتير، مش عايز او مش عايز حد يسأله، فيقوم هو لوحده كده ايه كرد فعل تلقائي. فجأة تلاقيه راح قايل كده.